التي كان منصوص عليها بموجب الاتفاق ووفق مراحل تاعو ويلقى يعني دولية خراها من قبل تكون فيها نوع من غير مستحقها لغير مستحقها المساهمة في من قبل الصيادلة المتعاقدين تجسيدا لمخطط الحكومة 2020-2024 ولا سيما في شقه محاربة الغش في الأداءات الضمان الاجتماعي تنظم وكالة الجلفة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على غرار وكالات الوطن يوما دراسيا في هذا الموضوع تحت شعار المحافظة على ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي مسؤوليات الجميع يدخل كذلك في إطار الحملة التوعوية الوطنية التي تحارب هذه الظاهرة والتي تمتد من 14 نوفمبر 2023 إلى غاية 7 مارس 2024.